يتخرج من الكليات العراقية سنوياً ما يقارب 180,000 لينضموا إلى جيش العاطلين عن العمل، ويبحث جميعهم عن فرصة توظيف حكومي لضمان مستقبلهم وأمورهم المعيشية. وشريحة المتخرجين من كليات التربية من غير المحاضرين يعملون جاهدين لإيصال صوتهم بأي وسيلة كانت إلى مسامع الحكومة. ومن هذا المنطلق دشن ناشطون في منصة تويتر هاشتاج العقد مطلبنا خريج غير المحاضر، طالبوا من خلاله بدمجهم مع العقود من المحاضرين بدل الذين يتم استبعادهم بسبب التقاطع الوظيفي لامتلاكهم عقود في غير وزارات. لنشاهد معا وقفة شريحة الخريجين غير المحاضرين ولحظة الاصطدام والتدافع بينهم وبين القوات الأمنية أثناء وقفتهم الاحتجاجية للمطالبة بتلك المطالب التي رفعوها عبر منصة تويتر. انصفوا الخريج غير المحاضر والتعيين حقي، شعارات كثيرة رفعتها هذه الشريحة المظلومة خلال وقفاتهم الاحتجاجية أمام المؤسسات والوزارات على أمل الضغط على مصادر القرار لنيل مطالبها في التوظيف واستحقاقها بعد سنوات قضوها بين الدراسة والسهر والتعب. ردود واسعة على منصة تويتر من العراقيين أعلنت تضامنها الكامل مع هذه الشريحة وداعية الحكومة إلى الاستجابة العاجلة وعدم تفويت الفرصة على جيل كامل من الطاقة الشبابية. بعضا من ردود الأفعال على منصة تويتر رصدناها لكم، والبداية ستكون مع علي الدراجي. ماذا قال علي عن شريحة الخريجين من غير المحاضرين؟ يقول: إطلاق درجات الحذف والاستحداد أولا، ثانيا درجات الحذف حق الخريج غير المحاضر، ثالثا عدم حصرها بفئة معينة، رابعا العمل بالتقاطع الوظيفي، وأيضا هاشتاج العقد مطلبنا خريج غير المحاضر. هناك تعليق آخر من سمارة: هاشتاج العقد مطلبنا خريج غير محاضر، تتخرج لسنوات تنتظر المسؤولين الفاسدين ينطوك كم درجة وظيفية؟ 90% محجوزة بمبالغ مالية في بلد لا حقوق، تسرق أحلامك وتعب السنين. أيضا تعليق آخر من نور محمد: هاشتاج خريج غير محاضر، العقد مطلبي، هل يعقل يأتي شخص غير اختصاص ويأخذ مكاني وأنا صاحب اختصاص تربوي؟ هاشتاج العقد مطلبنا خريج غير المحاضر.